رغم ارتياحها لبيان مجلس الوزراء، إلا أن الأمينة العامة لحزب العمال حذرت من ارتفاع بعض الأصوات الداعية للعودة إلى سياسة خوصصة المؤسسات، وهو ما يعني حسبها عودة سيناريو التسعينيات ودخول البلاد في خطر داهم يجرها إليه من تسببوا في تصفية الاقتصاد آنذاك. إن الخوصصة، خوصصة المؤسسات العمومية، تمثلت في تصفية 1500 مؤسسة عمومية ومليون ومئتين ألف منصب شغل في التسعينيات بأمر من صندوق النقد الدولي، والذين طبقوا تلك السياسات القاتلة التصحيرية اليوم يقترحون العودة لنفس السياسة. حنون قالت إن حديث بيان مجلس الوزراء عن تعميق الديمقراطية والحريات يوجب جملة من الأمور، على رأسها رفع الحظر عن المسيرات وتعميق حرية التعبير الحقيقية. بالنسبة لنا هذا يعني اتخاذ إجراءات فورية، إجراءات تهدئة لتحريم كل أشكال القمع، وإذا تحرير الحق في تنظيم المظاهرات في كامل التراب الوطني عامة وفي الجزائر خصيصا، واحترام حرية الإعلام والنشر فعليا. مأساة اللاجئين الأفارقة والسوريين كانت حاضرة في خطاب حنون التي انتقدت بشدة تعامل السلطات معهم، وقالت إن وضعيتهم في الجزائر لا إنسانية. صحيح أنه موقف بلادنا من الأزمة في الخليج المتعلقة بعزل قطر هو موقف مستقل متوازن، وموقف يعني ما يشاركش في الفوضى، أي نقدر نقول أنه موقف مقاومتي، لكن الأمر لا يتعلق بالنسبة لنا بالدفاع عن سياسة قطر أو قناة الجزيرة، لا، إنما مناهضاتنا للحروب والسياسات الإمبريالية. حنون دعت السلطة إلى أخذ الدروس مما يجري في دول الجوار والإقليم بتسطير برنامج إنقاذ اقتصادي لا ينبني عن استنزاف جيوب المواطنين.